أيضا أن يكون معي الشيخ القارئ المعروف الشيخ عزت راشد. نورتنا يا شيخ عزت، وربنا يبارك فيك يا شيخ عزت. وأنا في هذه الليلة يعني استضفت أخونا عزت راشد، لأن الشيخ عزت راشد يعني نموذج طيب من نماذج الشباب من أهل القرآن، وفضل الله يحفظ القرآن كاملا وكرم في داخل مصر وفي خارج مصر. فأنا قلت أقدمه الليلة للشباب ليكون قدوة للشباب، وإحنا طبعا في يعني أيام الشباب، وربنا يبارك في شباب الأمة الإسلامية جمعاء وشباب مصر خاصة يا رب العالمين. فقلت أقدم للشباب هذا النموذج الطيب من الشباب الطاهر الواعي الذاكي. وأخونا أيمن العطار ربنا يبارك فيه، حتى الشباب اللي مفرط ومقصر، طبعا كل الشباب فيهم خير لا شك في هذا، فبنقول لهم أدي نموذج من الشباب الطيب الطاهر، وكان زيكم في يوم من الأيام أو أكتر منكم، كن ما كنتوش تبقوا حاجة في أخويا خالد كده خالد، وربنا أكرمه وتابع عليه ثم منورنا فضل الشيخ خالد. يا مرحبا، نورتنا وأسعدتنا، ربنا يبارك فيك ونورنا فضل الشيخ، الله يكرمك. أما تقول لي كده سريعا شيخ عزت، يعني كيف، طيب في ممكن مشهد نشوفه سريعا كده، لحظة من لحظات تكريم الشيخ عزت راشد بإذن الله عز وجل حينما حصل على المركز الأول على مستوى العالم في مسابقة القرآن الكريم؟ الأخوان في الكنترول ربنا يبارك فيهم يتابعوا معي، وإن شاء الله عز وجل يجهزوا لي المقطع اللي فيه تكريم الشيخ عزت راشد ربنا يبارك فيه. ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ده أخانا عزت راشد أخونا في لحظة تكريم، وده نموذج بقدمه الليلة للشباب في التكريم وفي ليبيا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وحصل على المركز الأول إن شاء الله الشيخ محمد الزغبي أو الشيخ محمد العريفي، منورين في التكريم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الشيخ محمد الزغبي طبعا شيخنا وتجرسنا وغني عن التعريف، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا بقول هم دول شباب مصر يا أخوان، هم دول الرجالة بتوع مصر. في القرآن تلاقي أول واحد على العالم مصر، في الذرة أول واحد على العالم مصر، في جميع أنحاء العلوم أول واحد على العالم مصر. هي دي مصر، عشان الدنيا تعرف ان بفضل الله عز وجل الخير موجود، كان موجودا وما زال وسيستمر العطاء باذن الله عز وجل. دي لحظة التكريم، ما شاء الله لا قوة الا بالله، وربنا يبارك فيك يا شيخ عزة ويرفع قدرك. طب ما تقرأ لنا ايات جميلة كده قبل ما نبدأ الحلقة، واحنا بنتكلم عن القرآن وشباب القرآن، ويا رب يعني يردنا جميعا الى القران ردا جميلا يا رب العالمين. تفضل شيخ عز. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون،
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. ما شاء الله أحسن الله إليك. ما شاء الله ربنا يبارك فيك شيخ عزت وينفع بك رب العالمين.